في البداية يمكن الأهلي الحقيقة قدر إن هو ينهي ويحسم صفقة مهمة جدا، فكرة وجود مهاجم زي مودست، واحد من أهم المهاجمين خلال 5 سنين اللي فاتوا. طبعا كان بيلعب في بروسيا دورتموند، صفقة قوية في ظل طبعا كان الأهلي كمان محتاج لمهاجم في أكيد. فترة من الفترات كان دايما يمكن الشكوى الأكبر إنه محتاج الأهلي محتاج مهاجم. ده حقيقي فعلا، صفقة مودست هتضيف كتير للنادي الأهلي حقيقي. ده كولر دايما كان في كل المؤتمرات كان بيطلع بيقول أنا دايما محتاج مهاجم، رغم إن أنا بفوز بكل البطولات بس أنا الخطة بتاعتي مبنية على لعب إن أنا عايز لاعب صندوق. فبالتالي مودست إضافة كبيرة جدا، لعب في الدوري الألماني، لعب في بروسيا دورتموند، كان من هدافين الدوري الألماني، كان بينافس ليفاندوفسكي في يوم من الأيام وهالاند، وقدر إن هو بس ليفاندوفسكي حسم الهداف فرق عنه ب4 أهداف بس، رغم انه كان بيلعب في فريق برضه ساعتها كولين مش بنفس الاسلحه اللي كان في دورتموند او في بايرن، قدر ينافس لاعب اوروبي فرنسي بكواليتي معين. الكواليتي ده اول مره يدخل عندنا الدوري المصري، غير مالوده قبل كده مع وادي دجله، فده هيضيف كتير للدوري نفسه، ويعتبر تسويق الدوري هي على الاقل ليه جمهور هناك من فرنسا هيتابعوا الدوري الفرنسي المصري. عشان مودست هو لاعب بمواصفات اوروبيه حقيقي. ده حقيقي، والناس اللي بتتكلم على السن هو 35 سنه بس، ده ما يعيبوش يعني، معلش هو انا مش هتاجر فيه، انا مش جايبه مثلا الموسم اللي فات او اللي قبليه تحديدا كان جايب 22 هدف، اللي قبل اللي فات كان جايب، لا جاب 20، فهو الموسم اللي بقول لحضرتك كلهم اهداف راسيه اللي هو لا يعني مش كلهم، جاب 10 منهم 10 منهم راسيه فعلا، وده اللي محتاجه كولر. كولر هو من ضمن مميزاته انه ما بيطلعش من بره الصندوق، هو بيفضل طول الماتش في الصندوق على طول، وده يمكن من الاسباب اللي بيخليه يقع في الاوفسايد كتير يعني، بس ده ما يعيبوش برضه ان هو كده كده في الاخر مهاجم، وهو ده المواصفات اللي مطابقه اللي عايزها كولر. كولر لما اترشح له اللاعب قال هو ده اللي انا عايزه، فاتقال له ان السن ده 5، قال لا هو المستوى البدني بتاعه والفني عاجبني. السن رقم بالظبط، اصل هو هيجي موسم زائد موسم كمان، لو ما قدمش المردود بتاعه انا ممكن اهني التعاقد بتاعه. دي شروط الصفقة، دي من ضمن شروط العقد.